مساء الخير يا جماعه، انا سعيد جدا جدا بانضمامي لترند ميديا اكاديمي، وان شاء الله انا هتخصص في ورشه اعداد الممثل للاطفال. وانا سعيد جدا جدا بالتجربه دي عشان احنا عندنا اطفال كتير موهوبين، بس محتاجين ان احنا نحطهم على التراك الصح وان احنا نطلع منهم المواهب. ويا رب ان انا اكون ضيف خفيف عليكم، وفي مفاجآت كتير جدا للطلاب المتميزين مش هقدر اعلن عنها الا في خلال الورشه ان شاء الله. ابسط حاجه يعني اللي هيبقى متميز هيطلع معايا في البرنامج بتاعي في برنامج الكافيه، ودي بس اول حاجه، لكن في مفاجآت تانية كتير جدا هنعلن عنها ان شاء الله من خلال الورشه. وباذن الله يا رب اكون عند حسن ظنكم واقدر اساعدكم وافيدكم. وانا سعيد جدا جدا بهذه التجربه، وتشرفت بالتعامل في هذه الاكاديميه المحترمه، وكل سنه وانتم طيبين. كريم ابو زيد.